موجودة. محمد أحمد حسن الشايب. نعم دكتور موجود. آية زيود. آية زيود. هدى الكردي. موجودة. رغد الخليلي. موجودة مهندس. أنوار إبراهيم. نعم مهندس. لين الصباغ. نعم مهندس. إيمان الصمادي. سارة معتصم. سارة. عبيد العقيلي. نعم موجود مهندس. رحاب الخزاعلي. نعم موجود. بثيدة الجمال. نعم مهندس. رند أبو حميد. رند أبو حميد. صفوان الرواجدي. سجاء الغمري. نعم مهندس. رؤية الغمري. نعم مهندس. فاطمة أبو ريالي. نعم مهندس. غالية اليحيى. نعم مهندس. محمد مروان عبد المعطي. لين هيثم. نعم مهندس. أحمد اليسوري. نعم. أمين سرية. موجود. سعاد جهاد. سعاد. آمنة نديم. موجودة. هناء العبداللات. موجودة مهندس. صلاح الحبايبة. محمد الدويك. موجود. بيان ملص. موجودة. آية بسلقان. موجودة. طارق الحمود. موجود مهندس. علاء الخواسمي. موجودة مهندس. لجين رواجدي. موجودة مهندس. محمود سعيد الخطيب. موجود مهندس. ميرنا ثابت. نعم مهندس. هبة رائد. نعم مهندس. لانا العزام. لانا العزام. محمد باسل حسين الصالح. موجود مهندس. عمر نبيل عابد. حاضر مهندس. جمانة وائل. نعم مهندس. مأمون الحديدي. موجود. بتول المشاكبي. بتول. محمد مدردس. موجود. علي طلال. موجود. زكريا محمد. موجود. روان فتحي. موجود مهندس. تكروري. محمود نزيه. أحمد أبو عواد. موجود مهندس. طيب المحاضرة الماضية بلشنا في تشابتر 7 اللي هو الأخير إذا بتذكرين أخذنا مقدمة شوية حسابات على الانتروبي ذكرنا لكم شو معنى الانتروبي قلنا الانتروبي عبارة عن disorder or randomness شايفين الشاشة ولا مش شايفينها شايفينها مهندس هو عبارة عن randomness وقلنا تتعرف على أساس the amount of heat Q over temperature
اليونت لها كيلو جول بير كلفن، والسبيسيفيك انتروبي كيلو جول بير كيلو جرام كلفن. فالانتروبي هي عبارة عن disorder أو randomness، عشوائية أو اضطراب. طبعا الاضطراب معروف، الانتروبي للغاز بتكون أعلى من الانتروبي للليكويد، والانتروبي للليكويد أعلى من الانتروبي للسوليد. طبعا as a logic نعرف إنه as the temperature increase the entropy increase، صح ولا لا؟ شو رأيكم أنتو؟ بيزيد التمبرشر بيزيد الديسوردر تبعت إيش؟ يلا الو لا مهندس بتقل. نعم العلاقة عكسية. لا تبدي التمبرشر شو مالك؟ بيزيد التمبرشر بيزيد الانتروبي، بس أزيد التمبرشر الانتروبي increases. The disorder or randomness of the molecules بتزيد، صح ولا لا؟ شو مالكم؟ دكتور صح الانتروبي تساوي كيو على التمبريتشر؟ صح. فهي هيك عكسية. هي على عكسية مع التمبريتشر، بس هي طردية مع الكيو. هسا بس الكيو تزيد بتزيد الانتروبي، لكن زيادة الكيو أعلى من زيادة التمبريتشر بشكل عام. يعني بس يزيد عندك الكيو والتمبريتشر بس يزيد، يعني الكيو عطيك قيمة كلها بتزيد. فهمت علي؟ ليش؟ أقول لك ليش. لأنه الـ S equal Q over T. هلأ إذا أنت إذا if heat added شو بصير بالتمبرشر؟ يلا بتزيد، صح؟ صح مهندس. بتكون الـ Q موجبة. إذا الـ Q removed شو بتكون التمبرشر شو بصير فيها؟ بتقل. بس الكيوب بس تكون ريموفد بتكون بالسالب، بتعوضها بالسالب، بالتالي الاس بتقل بشكل عام. فهمت علي؟ لانك الكيوب بتعوضها بالسالب ما بتعوضها بالموجب. وصلت ولا وصلتش؟ وصلت مهندس. اذا الكيو بتعوضها انت بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف، بتعوضها بالنيجاتيف. if heat is removed q is negative، بالتالي بتكون انتروبي بالسالب. بشكل عام if that heat is added the entropy increase، heat is removed the entropy decrease، صح؟ and if heat added the temperature will increase، if heat removed the temperature decrease. بشكل عام مزبوط ولا لا؟ مزبوط مهندس. طيب خلينا نتفق عشاني. شوفوا علي، احنا قلنا في عنا اخذنا الاكزامبل تبع مين؟ تبع اللي هو الروم. عندك ووتر طلعوا عند 5 درجات مئوية located in room درجة حرارتها 15. معي انت؟ الو معك مهندس. معك 350 كيلو جول transferred from air to water. مزبوط، اشي طبيعي، الهواء احمى، الحرارة تتقي من الهوت تمبرشر للو تمبرشر، صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ الو ايش دكتور؟ اذا عندك انت درجه حراره الغرفه 15 ودرجه حراره المي 5، وضع طبيعي انه الهيت ترانسفير من الهوت للو تمبرشر، صح ولا لا؟ من الهاي تمبرشر للو تمبرشر. اذا التغير تبع الانتروبي اللي بيصير بالنسبة للهواء شو يساوي؟ ناقص 350 تقسيم 288. ناقص ليش؟ لأنه heat is removed. ناقص 350 تقسيم 15 زائد 273 يساوي 288. مظبوط ولا لا؟ مظبوط مهندس. شو بيطلع؟ ناقص 1.215. إذن الانتروبي for the air decreased، والدليل انه الجواب سالب، صح ولا لا؟ صح مهندس.
طيب now we check what happened for the entropy of the water. For the water Q is positive because water gains heat. وتساوي 350 صح ولا لا؟ صح مهندس. تقسيم 5 زائد 273 278. إذن the entropy of the water increased by 1.26 kilojoule per kilogram. صح ولا لا؟ صح مهندس. بير كيلفين عفوا. إذن the entropy of the air decreases whereas the entropy of the water increases. The total entropy of the system اللي هو the air and the water يساوي ناقص 1.215 plus 1.26 صح ولا لا؟ صح. إذن the entropy increases, the total entropy increases وتساوي 0.045. الإكزامبل هذا واضح ولا لا؟ أول شيء واضح مهندس واضح. طيب heat source at T equal 800 Kelvin. إذا T اللي تساوي 800 loses heat by 2000. أوكي. حللنا هذا أتوقع. طلعوا السؤال. إذا هسه بالنسبة ده دلتا اس للهيت سورس بالسؤال هذا يلا عمل لي يا شاب دلتا اس للهيت سورس للهيت سورس شو يساوي شو يساوي يلا ناقص 2000 تقسيم 800 صح ولا لا؟ مظبوط؟ مظبوط. شو يساوي؟ ماينس 2.5. كيلو جول بير ان. اوكي دلتا اس بالنسبه لمين؟ ليش؟ للهيت سينك. الهيت سينك. اذا الهيت سينك اللي هو ايش اللي اكتسب الحراره يلا شو يساوي 2000 على 500 تقسيم 500 يساوي 4 مظبوط مظبوط مهندس طيب الانتروبي تشينج كامل هسه للسيستم اس للسيستم شو يساوي يلا 4 ناقص 2.5 شو يساوي 1.5 1.5 طيب تعالوا على الحاله الثانيه اذا كانت درجه حراره الهيت سينك 750 اف ذا تمبرشر اوف هيت سينك تساوي 750 كلفن بهاي الحالة يلا دلتا اتش لا الهيت سورس ما لهاش علاقة ثابتة صح ولا لا صح مهندس طيب هاي ثابتة هاي زي ما هي ما اختلف عليه شيء هاي شو يساوي على 750 مظبوط شو بطلع عندك 2.6 نعم 2.67 شو بصير هنا 2.67 ناقص 2.5 شو بيطلع عندك 0.17 4.17 طيب كيلفن إذا خلينا هسه
نشوف شو الفائدة من هذا المقارنة هاي. الكل اطلع عليه يفهم معي منيح. ألو معك مهندس. من خلال المثال اللي هسه حليناه اطلع على الرسمة هاي شوي. هاي شفتوا هاي الرسمة؟ شايفينها؟ مهندس. عندنا هذا المربع كامل بيمثل لي الاوفر اول التوتال سيستم. في عندي هنا سب سيستم 1 سب سيستم 2 سب سيستم 3 اند سب سيستم ان. اوكي تمام تمام مهندس. طيب خلينا ناخذ بالاكزام اللي حليناه الهيت سورس والهيت سينك. عندنا تو سيستم موجودات جوا هذا. والمثال الاولاني كان عندي الهواء والووتر، صح ولا لا؟ اللي كان درجة حرارة الهواء 15 والووتر 5، مزبوط؟ مزبوط. هزلا for a certain subsystem the entropy could be increased or could be decreased for a certain subsystem. تمام؟ لكن دلتا اس فور ذا اوفر اول سيستم از اولويز انكريز. القانون اللي هو السكند لو اوف ثيرموداينامك بقول لك اي عمليه في الكون برافقها زياده في الاضطراب او العشوائيه التوتال انتروبي. خد بالك التوتال سيستم السب سيستم قلنا واحد كود بي انكريز كود بي ديكريزد، السب سيستم الثاني كود بي انكريز كود بي ديكريزد، السب سيستم ثلاثه نفس الشيء. لكن الاوفرول الاوفرول كامل للسيستم المنظومه كامله في اي عمليه في العالم انه دلتا اس اوز اولويز انكريزنج. فهمتوا شو معنات اللي بقول لكم اياه ولا لا؟ وصلت؟ الو وصلت مهندس. فهنا عندنا في مثال اكزامبل تبع الميه دلتا اس 0.045. في مثال تبع الهيت سورس الاولاني 1.5 الثاني 0.17. هسه لاحظ انه اقرب للصفر دلتا اس الاول اول اول اكزامبل هذا ولا الثاني؟ انه اقرب للصفر الثاني 0.17 قريب للزيرو. إذا الثاني بيكون أقرب للريفيرسيبيليتي. ليش؟ إحنا قلنا شوف علي السكند لو اوف ثيرموداينامك ستيت ذات هيو ذاك ذيس إيكويشن وركينج ديفينيشن ذا سكند لو اوف ثيرموداينامك برينسيبل اوف انتروبي انكريز. الفيرست لو اوف ثيرموداينامك اسمه برينسيبل اوف انرجي كونزرفيشن. القانون الاول للفيرست لو اوف ثيرموداينامك اللي هو عباره عن ايش؟ اسمه برنسبل اوف انرجي كونزرفيشن. الطاقه مبدا حفظ الطاقه، انه الطاقه لا تفنى ولا تتحول من شكل لشكل. انرجي از ترانسفير فروم انذر فورم تو اذر فورم. زي ما اخذنا في عندك كيو ان ناقص كيو اوت وورك ان ناقص وورك اوت يساوي ام في دلتا اتش او ام في دلتا يو زائد دلتا كانتيك انرجي زائد دلتا بوتنشال انرجي. مزبوط ولا لا؟ تكريم المعادله هاي اللي اخذناها اول فصل. مهندس هاي المعادله هي عباره عن الفيرست لو اوف ثيرموداينامك اللي هو مبدا حفظ الطاقه برنسبل اوف انرجي كونزرفيشن. السكند لو اوف ثيرموداينامك اللي هو برنسبل اوف انكريز اوف انتروبي. ما في انتروبي كونزرفيشن، الانتروبي لا تحفظ مثل الطاقه. الانتروبي از اولويز انكريزنج. الفكره وضحت ولا لا الفرق بينهن؟ انه الفيرست لو اوف ثيرموداينامك برنسبل اوف انرجي كونزرفيشن. ذا انرجي كانت بي شو اسمه ذا انرجي كانت بي اللي هو كانت بي يعني اندد اور كانت بي كرييتد. اتس جاست ترانسفير فروم وان فورم تو انذر فورم. يعني كيو اتش تساوي كيو ال بلس ورك، اخذناها في شابتر 6 متذكرين
اللي هو في الهيت بامب كيو اتش تساوي كيو ال زائد كيو زائد ورك، اذا في لوسز زائد بلس كيو لوسز. اخذنا انه الكيو ان ناقص كيو اوت بلس دبليو ان ناقص دبليو اوت ايكوال ام في دلتا يو بلس كاينتيك انرجي بلس بوتنشال انرجي. فانرجي بتتحول من فورم لفورم، لكن البرنسبل اوف انرجي كونزرفيشن از ا كونستانت اتس ا فاكت. معايا ولا لا انتم شباب بنات؟ معك مهندس معك. فاحنا بنسميه الفيرست لو اوف ثيرموداينامك اللي هو برنسبل اوف انرجي كونزرفيشن، حفظ الطاقه، تحفظ الطاقه تتغير من شكل لشكل. لكن الانتروبي ما في شيء اسمه برنسبل اوف انتروبي كونزرفيشن، هذا غلط، اسمه برنسبل اوف انكريز اوف انتروبي، برنسبل اوف انكريز اوف انتروبي، مبدا زياده الانتروبي اللي هو ذا سيكند لو اوف ثيرموداينامك نون از برنسبل اوف increase of entropy. And it is stated that a total entropy change of an isolated system during a process is always increases. إذن اتفقنا إنه the overall system, the total entropy is always increases. أي system في العالم حاليا الانتروبي في العالم بتزيد. لو تقيس الانتروبي في العالم قبل 10 سنين وهسه، الانتروبي هسه أعلى. دائما there is an increase in entropy في أي عملية. Now it could be there is a negative decrease in the entropy in a certain subsystem, but the overall entropy changes for the system is increasing. واضح ولا لا؟ واضح مهندس. هسه في أحسن الأحوال طبعا دائما زيادة العشوائية معناتها فقدان إنيرجي، صح ولا لا بشكل عام؟ صح؟ مظبوط ولا لا؟ دائما فقدان انرجي، فدائما لا يحبذ انه دلتا اس تكون عاليه كثير بالموجب. كل ما دلتا اس قلت كل ما كان ايش؟ انا عملت سيف انرجي احسن. الليميتنج كيس لها اللي هي اذا كانت دلتا اس تساوي زيرو. معي انت ولا لا؟ الو معك مهندس. اذا كانت دلتا اس تساوي زيرو بتكون العمليه منعكسه ريفرسبل. شو معنى ريفرسبل؟ دلتا اس تساوي زيرو، فالعملية ريفيرسابل، معناتها حققت أنا الماكسيموم إنيرجي كونزرفيشن، ما ضاعش عندي طاقة لأن الانتروبي تشينج زيرو. تمام؟ اللي هي في زي حالة الكارنوت سايكل، أعطاني النيو ماكسيموم أو السي أو بي ماكسيموم، الكارنوت هيت إنجن والكارنوت هيت بامب أو الريفرجريتر، أعطاني إنه سي بي ماكسيموم، السي أو بي عفوا ماكسيموم، أو أعطاني الإفشنسي ماكسيموم، قلل فقدان الإنرجي، صح ولا لا؟ فأز إذا لاحظت الكورسبوندينج أو الريليشن بين الفيرست لو والسكند لو، إنه أنا كل ما قل تشينج الانتروبي كل ما قل نقصان إيش؟ الطاقة بشكل عام، الخسارة الطاقة. إذا الليميتنج كيس دلتا أس تساوي زيرو، إذا هاي الليميتنج. شو هذا الليميتنج؟ يعني مستحيل دلتا اس تكون بالسالب، دائما بالبوزيتيف او احسن حالاتها دلتا اس بالزيرو. واضح ولا لا؟ لانه مكتوب ان the limiting case of a reversible process remains constant. الو معك دكتور. واضح فاهم. فهذا اذا العمليه بس تكون ريفرسبل معناتها يو اتشيف ذا ماكسيمم، يعني بوسيبيليتي اور ذا ماكسيمم اكشن ان اوردر تو سيف انرجي لوس، بتكون عملية ريفيرسبل. طلع حالة بالسؤال هسه اللي عندكم، أخذنا الهيت سورس والهيت سينك. أول مرة كان دلتا أس 1.5، المرة الثانية 0.17. لاحظ المرة الثانية العملية more close to the reversibility، صح ولا لا؟ مظبوط؟ شايفينه؟ مظبوط. أنه أقرب للصفر، الكيس 1 ولا كيس 2؟ كيس 2. كيس 2 1.17 very close to zero. اذا لاحظ انت العمليه الثانيه بس تكون درجه حاره الهيت سينك 750 كلفن، it will save energy, it will be a reversible process. مش reversible، reversible لازم يكون دلتا اس تساوي زيرو، هاي اتفقنا عليها. اذا العمليه بتكون very close to the reversibility, more reversible، والعمليه الاولى more irreversible، صح ولا لا؟ مظبوط. كل ما تبعد عن الصفر بتكون ريفيرسبل. مظبوط. اذا في عندنا 3 كيسز طلع عليهم فوق، الدلتا اس توتال او الاس جيريشن نفسها بتكون اذا كانت اكبر من صفر ريفيرسبل، وهو الوضع الطبيعي.
في أي عملية في العالم as it is stated by the second law of thermodynamic the principle of energy of entropy increase the principle of entropy increase any process in this world corresponding to increase in the entropy فأي بروسس بتصير دلتا S total أو S generation بسموه ليش سموه S generation سموه S generation لأنه أي عملية في العالم لصاحبها زيادة في الانتروبي فبالتالي سموها S generation شفتوا ليش اللي هي دلتا S total فإذا كانت أكبر من صفر فهي أكيد عملية طبيعية وأكيد irreversible أكيد إذا كانت تساوي zero كمان عملية طبيعية بتكون reversible اللي هي limiting case في أحسن حالاتها وإذا كان دلتا S total أقل من زيرو هاي العملية impossible مستحيل تصير إذا بتقول هاي العملية impossible it cannot be take into account it cannot be يعني it cannot be happen anymore مستحيل هذا غلط يعني مستحيل مستحيل زي ما واحد بيقول لك والله والله طولك بالسالب مستحيل في شغلات impossible صح ولا لا فهنا إذا كانت change في الانتروبي أو الاستجريشن أقل من زيرو بتقول this process is impossible to happen هذا الحكي غلط يعني لأنه في أحسن حالاتها إن الانتروبي equal zero بتكون العملية reversible process والعملية أي عملية في العالم total entropy change اللي هو دلتا S total أو S generation أكبر من زيرو أكبر من زيرو وأنا بالنسبة إلي في عمليات ديزاين للبلان بيحاولوا دائما هدفهم اللي هو decrease the S generation to be very close to zero as much as they can because if they make اللي هو جيت عملت بلانت وعملت ايش عملت ديزاين بحيث يعطيك دلتا S او S generation للبروسيس كلياتها اكبر قريب للزيرو مش زيرو طبعا مستحيل تكون ريفيرسبل ايوه اقرب للزيرو كل ما كان هناك احسن saving for the energy واضح ولا لا لانه بقلل الزياده في العشوائيه وضحت ولا لا الو وضحت مهندس اذا هاي اللي قدامكم هذول بلخص لكم الشغلات المهمه في هذا ملخص الشابتر بدكم تطلعوا عليه اذا اتفقنا انه السيستم إذا ممكن يكون السيستم إله عفوا السب سيستم بالسالب أو الموجب ما في مشكلة لكن الأوفر أول should be always in positive and in the limiting case the best case in the limiting case it is equal to zero in case of reversible process but if it the delta S total S generation lower than zero then this process is impossible to be happen impossible process مستحيل تصير تحت أي حال من الأحوال ماشي لانه عندك السكند لو اوف ثيرموداينامك ستيتد ذات ذا توتال انتروبي تشينج از اولويز انكريزز اولويز انكريزز ان ذا ليميتد كيس اوف ا ريفرسبل ريبوزيتيف از كونستانت يعني زيرو واضح ولا لا واضح مهندس واضح طيب اذا هيك احنا هذا الاكزامبل فهمناه واتفقنا انه في اول حاله هو ريفرسبل وهذا ريفرسبل لكن هذا more close to the reversibility واضح ولا لا واضح طيب. مهندس اذا بشكل عام for the reversible adiabatic process هسه البروسيس اذا كانت reversible او adiabatic بنفس الوقت بنسميها ايش طبعا اذا كانت reversible بتكون adiabatic على كل حال راح نشوفها هسه راح نجيبها دائما اذا قال لك ريفرسبل اديباتيك اعرف انها ايزنتروبيك بروسيس شو معنى ايزنتروبيك يلا دلتا اس ايكوال زيرو هسه مش كل اذا كانت ريفرسبل دلتا اس اكبر من زيرو واذا كان دلتا اس اقل من زيرو امبوسيبل صح ولا لا دلتا اس ايكوال زيرو شو معناتها ريفرسبل اديباتيك دلتا اس ايكوال زيرو معناتها ايش ايزنتروبيك شو معنى ايزنتروبيك ايزنتروبيك بروسيس اس 2 ايكوال اس 1 متذكرين باول فصل شو معنى ايزوثيرمال بروسيس يلا مهندس الايزوثيرمال دلتا تي تساوي زيرو تي 2 ايكوال تي 1 صح تي 2 ايكوال تي 1 مزبوط مزبوط طيب واذا كان عندكم دلتا كيو تساوي زيرو اديباتيك
مظبوط؟ مظبوط. طيب وإذا كانت دلتا بي إيكوال زيرو أيزوبارك صح ولا لا؟ تذكرين ولا لا أيزوبارك بروسس؟ وإذا كانت دلتا في إيكوال زيرو التشينج في الفوليوم إيكوال زيرو أيزوكوريك مظبوط؟ وإذا كانت دلتا أس إيكوال زيرو شو بيسميها؟ أيزنتروبيك. واضح؟ واضح مهندس. تمام. طبعا زي ما ذكرنا لكم heat transfer to the system always increase the entropy. heat transfer from the system decreases the entropy لأنه heat is transfer from the system تصير كيوب السالب صح ولا لا؟ زي اللي الهوت سينك واللي هو الهوت سورس والسينك هذاك 2000 بيكون سالب لأنه فقد حرارة هذاك 2000 بالموجب مظبوط ولا لا؟ مظبوط. The effect of irreversibility is always to increase the entropy. إذا دائما دلتا S أكبر من زيرو irreversible process. إذا كلمة reversible adiabatic حطها حلقة بدانك معناتها isentropic. دلتا S equal zero. Irreversible معناتها دلتا S is always higher than zero. If دلتا S lower than zero, this is impossible process. تمام ولا مش تمام؟ تمام مهندس. تمام مهندس. طيب. هسه بنيجي على اللي هو قلنا إذا الإز جنريشن إز أولويز بوزيتيف كوانتيتي أور زيرو إن ذا ليميتنج كيس إتس فاليو ديبند أبون ذا بروسيس إز جنريشن إز زيرو فور إنترنالي ريفرسبل أديماتيك بروسيس. إذا اتفقنا إنه إذا كانت الإز جنريشن أو دلتا إس تشينج في الإنتروبي إيكوال زيرو بهاي الحالة بتكون البروسيس إن ذا ليميتنج كيس تساوي دلتا إس إيكوال زيرو إس إز ريفرسبل بروسيس. طبعا ريفرسبل يعنيها أيديال بروسيس ما في هناك هيت لوسز واضح الحق طبعا ما بصير في العالم لكن هدفنا احنا مره ثانيه انه تو ميك ذا بروسيس فيري كلوز تو زيرو اتس امبوسيبل تو كيب ات تو زيرو انه تصير ايش عفوا كومبليتلي ريفرسبل ايزنتروبيك لكن هدفنا انها تكون قريبه من الزيرو تمام اوكي ولا لا الو تمام مهندس طيب. اذا قلنا دلتا اس total أو as generation أكبر أو تساوي zero تساوي zero in the limiting case reversible أكبر من zero irreversible and delta as lower than zero it's impossible process أوكي وهاي الخلاصة اللي عملناها very important to know this note شفتوا هاي المربع هذا ألو مهندس هذا very important تفهموا طيب هسه remarks about entropy a process can occur in a certain direction only not in just any direction such that is generation okay لازم is generation تكون اكبر او تساوي زيرو اي process اذا راحت في اتجاه is generation اقل من زيرو ما بتصير على ارض الواقع entropy is not conserved property and there is no such things as the conservation of entropy principle زي ما اتفقنا مش زي الفيرست لو اوف ثيرموداينامك اللي هو انرجي الفيرست لو اللي هو برنسبل اوف انرجي كونزرفيشن لكن السكند لو برنسبل اوف انكريز اوف انتروبي ما في شيء اسمه برنسبل اوف انتروبي كونزرفيشن بيكوز ذا انتروبي از اولويز انكريزز ذا انتروبي از نوت كونزيرفد اني مور تمام ولا لا ذا انتروبي اوف ذا يونيفرس از كونتينوسلي انكريزينج The performance of an engineering system is degraded by the presence of irreversibility. Entropy generation is a measure of magnitude of irreversibility present during the process. Hello? Hello? معك مهندس. أي engineering system سواء مصنع سواء أي شيء is degraded بتم قياسه بوجود يعني يقيم بوجود the presence of irreversibility. As we decrease the irreversibility, we save more energy. Our target is to decrease the irreversibility. طبعا انك تخلي السيستم completely reversible zero مستحيل. دلتا اس equals zero مستحيل. هدفنا as a system engineering system to طبعا to decrease the irreversibility.
What is the measure of the irreversibility اللي بيقيس لك المعيار اللي بيقيس الirreversibility اللي هو الانتروبي تشينج. فهمتوا شو فايت الانتروبي في الانجينيرينج ساينس؟ فايته هو عبارة عن معيار أو مقياس measure for decreasing the irreversibility. شو المعيار اللي بدي أقيس الirreversibility؟ بقول لك المعيار تبعي كالتالي: كل ما أنا دلتا اس تكون قريب للزيرو كل ما قل الريفيرسيبلتي صرت اقرب لشيء مور ريفيرسيبل. وضحت ولا لا؟ مهندس تمام بالضبط. اذا اهميه ذا امبورتنس اوف انتروبي از such that it's a quantity for measuring the irreversibility as delta s increases beyond zero. As delta s became very close to zero, طبعا مستحيل تساوي zero إلا على حسابات عرض الواقع لا طبعا. المهم as delta s will be close to zero, not zero طبعا. This means that we decrease the irreversibility, we became more close to reversible. As delta s become higher than zero, then this process means to be more irreversible. واضح ولا لا؟ تمام؟ تمام مهندس. تمام. فهمتوا ليش ندرس الانتروبي؟ شو مفهومها؟ شو الامبورتنس تبعتها؟ اذا قلنا هسه بالنسبه ل اس كل شو تساوي اس كيو اوفر تي صح ولا لا؟ مظبوط. شو رايكم؟ الو دكتور معك صح. طيب إذا ds equal dq over t، إذا t في ds شو تساوي dq صح ولا لا؟ صح. إذا رسمت العلاقة بين التمبرشر وبين الانتروبي، الاريا بتكون متمثلة لك الكيو زي d، مش الورك يساوي b في dv، بدك تريد الورك يساوي b في dv صح؟ فبس ترسم العلاقة بين البرشر والفوليوم، the area under the curve represent the work. مظبوط ولا غلطان؟ مظبوط. نفس الاشي dq تساوي t في ds. If you plot the relation between the temperature versus the entropy, temperature versus the entropy, then يلا the area under the curve represent the heat. شايفينها؟ شفت الرسم ولا لا؟ شايفينها مهندس. So if you plot the temperature versus the entropy, the area under the curve represent the work. Represent the heat. تمام؟ شو رأيكم؟ أوكي. مهندس يعطيك العافية. الله يعافيك. مهندس حكيت معك مرة بخصوص رياض، حالياً هم شالوا المادة عندي من الإي ليرنينج، ومن الصبح عم بدور على لينك المحاضرة لما لقيته. طب أنت حكيت لي واتفقنا على إنه في ثلاث غيابات، حكيت لي حشيل لك واحد وظلوا اثنين. طبعاً هيك صار عندي مبين على الإي ليرنينج إني محروم وإنه المادة راحت. طيب يا شو اسمك؟ سليمان دكتور. طب خليني بس خلق قبل المحاضرة آخر المحاضرة بتقولي تفكر. أنا عشان بعثت لك على أكثر من جهة ففكرتك مشغولة أو شيء. لا خلاص آخر المحاضرة. طيب تمام إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. فالمهم T versus the entropy, the area under the curve represent the heat. Q equal integration T dS. تمام مش Q أنا. قلنا dQ equal T dS اعمل integration لQ شو تساوي integration T في dS. مظبوط. اذا الكيو شو تساوي؟ يلا الو معك مهندس. تي في اس تي دي اس اذا الهيت از ذا انتجريشن بتوين TDS, so the area under the curve between TS represent the heat. هسه نيجي على الانتروبي تشينج.
بيعطيكم بس عندكم اطلعوا بس مشان ما تسطلوش، اطلعوا 10 دقائق بريك لل 9:25 9:25 اوكي تمام تمام
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شايفين الشاشة ولا لا؟ أم شايفين.